أعزائي، يسعد صباحكم ومساءكم وكل أوقاتكم. أنا عصام منير وبرحب فيكم بقناتي على اليوتيوب مطبخ عصام منير أو عصام منير كيتشن. إذا كنتوا جداد على قناتنا بتمنى عليكم تعملوا سبسكرايب، تضغطوا على علامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان تفوتوا على الفيسبوك وعلى الانستغرام عصام منير كيتشن، تعملونا لايك على الفيسبوك وعلى الانستغرام كمان. اليوم رح نعمل مع بعض كوبا بستانية على طريقتي. طبعا كوبا بستانية رح نعملها اليوم بدون ما نحتاج لماكينة ونفرم فيها عجينة الكوبا. رح أفرجيكم كيف انها اسهل ما يكون، بس بدنا نمشي مع بعض في التفاصيل. الكوبا لازم تكون رقيقة من فوق ومن تحت. رح نعمل مع بعض حشوة الكوبا قبل ما نعمل القشرة تبعت الكوبا. حشوة الكوبا صرنا متعرفين عليها ومعروفة، هي لحمة بالبصل. بناخد البصل نرش عليه شوية ملح مع زيت أو سمنة اللي بدنا إياه، ونقليه نتفة ونضيف عليه اللحمة المفرومة. نخلطهم مع بعض ونضلنا نخلط مع بعض، ما بدنا اللحمة تكتل وتصير حب كبير، لا بنضلنا زي ما انتم شايفين نخلط مع التقسيم عشان تصير اللحمة بحجمها الطبيعي مش كبتيل كبيرة لأنها بتغلبنا بالشغل. نضيف البهارات، نخلط كتير منيح ونتركهم مع بعضهم يستو لحد ما تنشف مية اللحمة أو البصل. نحطها بعدين في صحن ونبردها عشان نعرف نشتغل فيها. هون بدنا نعمل عجينة الكبة. احنا نقعنا البرغل زي ما انتو شايفين، ما في كمية محددة للمي، نعول مهم بمي يغسلوه أول مرة والتانية عشان تتخلصوا من الغبرة اللي فيه، مش من النشا، من الغبرة. ننقع بمي وبعدين بس نحسه انه بتاع مظبوط بطل هيك يابس يسرق اذا دقناه، نعصره زي ما انتم شايفين ونحطه بجار. نعصره كتير منيح، ما بدنا نخلي كتير مي لانه احنا رح نحتاج شوية مي بالشغل، فما بدنا يصير كتير مي في البرغل. فاحنا زي ما انتم شايفين بنعصر البرغل كتير كتير منيح ومنفرفطه عن بعضه ونحطه في جار. منجيب البصل اللي عنا وزي ما انتم شايفين ما بنقسمه، ما بنفرمه، لا بنبشره على البشارة. احنا ما بدنا اياه يبين، احنا بدنا اياه يعطي طعمة. وحتى لو نزل مية البصل احنا بدنا مية البصل، ما تكبوها. شايفين حطينا هون البصلة وبطش مبينة تقريبا فرمتها قد ما هي ناعمة. نحط المردقوش، دائما بنحط البهارات على البرغل اسهل في توزيعها. اذا حطينا البهارات مع اللحمة والبرغل نعجن كتير كتير عشان نوزع البهارات. احنا لا، بنحط هون البهارات مع الملح على البرغل، ولا بتشوفوا بالمعلقة لما نحركها بيختلط مع بعضه. وهذا هو، بنحط ساعتها بعديها اللحمة نقدر نعجنها، بس اذا حطينا اللحمة ممكن البهارات تتكبتل في منطقة ما في مع اللحمة او في منطقة ما في العجينة وما تتوزع مظبوط. احنا بهالطريقة بنوزعها، بنضمن انها توزعت مظبوط مع كل البرغل. وهلا وين ما دخل البرغل في اللحمة معناته بنلاقي البهارات ونريح راسنا. هلا بنضيف اللحمة. اللحمة لازم تكون عندنا عجل صرف، يعني بقر صرف من الفخدة، ما فيها دهون زي ما انتم شايفين حمرا حمرا. اذا كان فيها دهون الكبة عندنا بتفسخ وما بتشد. احنا الدهون نحطها اكسترنال من عندنا، ما بدنا اياها تكون بقلب اللحمة. بنعجن كتير زي ما انتم شايفين، بنضلنا نعجن بنعجن بنعجن لتصير لون واحد، منظر واحد، وكبتولة عجينة واحدة. لسه ما خلصنا، بس حبيت افرجيكم انه مع تطور العجين
كيف بالنهاية رح تصير. شايفين كيف صارت بالنهاية؟ مش مفرقين البرغل من اللحمة، عجينة مطواعة من الفرد وما بتفسخ، كتير ممتازة. شوفوا ما أشلبها، ولا مبين بهارات، ولا مبين قد ما انعجنت وقد ما كان كل شيء، الخطوات اللي عملناها مع بعض صح وسليمة. أنا هون بقسمها، عندي الكمية أكبر من الكمية اللي حاططها بالمقادير، فالكمية المحطوطة عندكم بالمقادير لما تطلع تصير عجينة اسموها لجزئين، جزء فوق وجزء تحت، يعني جزء الطبقة العلوية وجزء الطبقة السفلية. عندي أنا هون صينية زي ما أنتم شايفين، صينية تيفال كبيرة، حطيت زيت زيتون بالقاع، بليت إيدي بالزيت الزيتون، وهلأ هون بدي أعمل الطبقة السفلية. الطبقة السفلية سهلة كتير، ناخد شوية عجينة، طابة عجينة ومنفردها، ناخد كمان طابة عجينة ومنفردها. تأكدوا احنا ما بدنا اياها تكون خميلة، ومنحاول تكون رق ما بنقدر نشتغل فيه. اول مرة ممكن تكونش معك رقيقة، ثاني مرة بتصير معك على هو التدريب والشغل، وما ببين معك الا لما تخبزيها وتشوفي كيف انت قديش حطيتي وقديش كان رقيقة او خميلة. بس هلا بس نخلص الطبقة هاي بفرجيكم كيف راح تعرفوا قديش الطبقة هي خميلة ولا رقيقة. شايفين العجينة قديش هي متواعة وبتلزق بسهولة مع العجينة الثانية وما بتفسخ ولا بتغلبنا. نفرد ونكمل الفرد، ما تخافوا من النواقص، كل هذا بنزاد وبتليس وما بيصير في عنا طبقات. هون بنشوف إذا نفس العجينة نفس الخمر من جميع الجهات، ما بدنا تكون جهة تكون خميلة وجهة رقيقة، لا هيك بنعمل خزوقة ونشوف قديش الخمالة من كل الجهات هيك طلعت صح. بعد ما عملنا الطبقة السفلية هلا عندنا اللحمة، نفردها مظبوط بدون ما نكبس كتير، بدناش ننزع الطبقة السفلية، نفردها بنحاول نغطي كل الطبقة، احنا ما بدنا ناكل برضو لحد كبة فاضية. اوكي في بالعجينة اللحمة، بس بالنهاية بدنا كمان نشوف اللحمة بالنص. بتقدروا تقلوا صنوبر وترشوا بقلبها، لكن انا مش كتير بحب الصنوبر، عندي بدي احط لوز على الوجه ولا بتشوف، لكن هيك برضو طيب كتير نحط صنوبر المقلي ونرش بقلبها. هلا الطبقة العلوية في طريقتين، اما انه نعمل اقراص على ايدينا ونحطهم وهذا بتغلب وبتاخد وقت، او بنعمل بهاي الطريقة اللي هي اسهل بكتير، بنجيب كيسين نايلون بنحط واحد تحت وواحد فوق وما بينها هون كبة عجينة كبة وندفت مي على الوجه عشان ما تلزقش على الكيس، بنفردها بتصير تفرد اسهل، وبناخد طبقة رقيقة كتير منيح بتغلبناش في الشغل. شايفين بننقلها هي بالكيس وبنقلبها على الصينية وعجي، ما تخافوا ابدا اذا مزعت اذا فرفطت، لانه بالنهاية احنا نقدر نليسها ندفت مي تمشي معنا. شايفين حطينا ندفت مي على الكيس، حطينا حطابة العجينة وبنفردها بكل بساطة بتفرد معنا ما بتغلبنا، هيك اخذنا طبقة رقيقة. نجيب الصينية وبدنا نحطها، تعملوا ديزاين كيفكم تشتغلوا هيك، قلب الكيس صار عندنا، غطينا الكبة. انا ما راح اقطع اشي من الفيديو، بدي افرجيكم التفاصيل عشان ما تخافوا تقولوا هون فسخت، هون غلبتنا، هون طلع في خزق، في حفرة، في ما كملتش العجينة، بدي افرجيكم كيف راح تطلع معنا. هين ردينا عملنا، ما تخافوا ما في شي بخوف في عمل الكبة، وكل شيء ممكن نعمل اذا صار معنا غلط نصلحه. هاي اخذنا عجينة، ضل عندي شقف هون وشقف هون بدهم تتطاير،
بس مثلا هاي انا مثلا غلطة عندي، نزلت الشقفة الثانية نقلتها. ما في اشي بخوف في عمل الكبة، والتصليح الغلط سهل جدا. هاي زي ما انتو شايفين صار في عندي انا شوية خزوقة بطرف مش مخطية، هلا بنشوف مع بعض كيف نغطيها بنفس العجينة. منجيب منسير نغطي الخزوق، وما راح يبينه. هلا بنشوف مع بعض انه ما راح يبينه بتاتا. هي غطينا خلي الخزوق، ناخد نتفة مي ومنسير نظبط في الكبة، نحلس عليه نصير نظبط في الكبة. شايفين تبين بالنهاية ولا كأنه فيها شيء تصفي ويجي واحد. هلا تقطيع الكبة هذا بده شوية تركيز مع بعض. الكبة بنعملها الزائد والسكينة بنوصل لقاع الثانية، نعمل الزائد هذا لقاع الثانية. هلا هذه الأشكال ما منقسم فيها لقاع الثانية، هي مجرد أشكال سطحية. شايفين السكينة ما وصلت للآخر، ما راح أعرف أشرح لكم إياها هاي كيف بتنعمل، لكن تفرجوا كيف بعملها بتبين معكم. هاي اسمها تقطيعة الوربة الوردة، يعني إنه بطلع الحبة معينية مش مربعة، وبالنهاية بس نخلص الثانية بطلع معنا شكل وردة. شايفين حز بالنص، ونعمل جنبه حزوز على هوا المنظر اللي عملناه. كمان هلا بالعكس بصير عندنا حبة معينية، بس بدكم تنتبهوا وتتعلموا. وحتى لو ما زبطت معكم اول مرة ردوا بايدكم امسحوها، زي كيف قبل شوي عملنا. شايفين كيف صارت بالنص وردة محل ما حطيت اصبعي، وبقفوا حواليها في وردة. بنرد بنعلم الزائد اللي عملناه، بسباتشولا بمعلقة خشب مبسطة بنحاول نبعد الطرف الكبة عن طرف الثانية زي ما انتو شايفين، لانه بدناش اياها لما تستوي تكون ملزقة مثلا في طرف الثانية وتفسخ الكبة. لا، احنا بدنا اياها شو ما صار في الكبة تكون حرة الكبة اللي بتشتغل في الثانية. فمنقيمهم يعني نبعدهم عن الطرف، وهذا هو ما منوصل للآخر بس الأطراف. هلأ هون بتحبوا تحطوا سنوبر، بتحبوا تحطوا لوز، بتحبوا تحطوا أي ديكوريشن انتو حابين. أنا بحب ألاقي اللوز منظره حلو لما الثانية تكمل، منظره حلو وبيتحمل شوي. شايفين على كل مكعب من كل معين بحط حبة لوز أو شرحة لوز. الشكل رح يطلع كتير حلو بالنهاية، خصوصا بس تنشوى. هلا هون لما بدأ أشويها بحط زيت زيتون وبحط زبدة. في ناس بتحط سمنة، أنا ما بحط سمنة، بلاقي السمنة تقيلة. بحط شوية زبدة وزيت زيتون على الوجه وبدخلها الفرن. تدخيلها بالفرن يكون تحت مش بالنص على الرف، اخر اشي بالفرن بنحط على 180 درجة. بس نلاقي طرافها تحمرت نطلعها على الشواية ونعطيها كمان وجي على الشواية، وهيك بتكون كبتنا كتير طيبة. ديروا بالكم ما تتقسم الكبة الا لما تبرد. إذا تقسمت الكبة معكم هي سخنة بتفرفت معكم، تركوها شوي تمسك حالها تبرد لها شوي، بعدين بتقسموها زي ما انتو شايفين مكعبات أو أشكال معينية بتمشوا مع الرسم اللي عملناه. إذا عجبكم اللي عملناه بتمنى عليكم تفوتوا على قناتنا على اليوتيوب عصام منير كيتشن أو مطبخ عصام منير،
تضغطوا على علامة السبسكرايب وعلامة الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وكمان لايك للفيديو بدنا نوصل أكبر عدد من اللايكات، وتقولوا لأحبابكم وأصحابكم وجيرانكم كمان يفوتوا على قناتنا ويعملوا سبسكرايب ويضغطوا علامة الجرس عشان يوصلهم كل جديد. صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام كمان بيستنوا لايكاتكم وفولواتكم وسبسكرايباتكم. أنا عصام منير، بتشكركم وأشوفكم بفيديو جديد.